السلام عليكم. مادة إدارة وإشراف تربوي، كلية التربية الأساسية، الجامعة المستنصرية، المرحلة الرابعة، الدراسة المسائية، الكورس الأول. تحدثنا في المحاضرات السابقة عن مفهوم الإدارة وتطورها، وأشرنا إلى أن الإدارة موجودة مع وجود الإنسان، وأوضحنا كيف حظيت باهتمام الباحثين، وعرفناها بأنها عملية منظمة وهادفة تسعى إلى استخدام أفضل الطرق والأساليب لبلوغ الأهداف المرسومة بأقل وقت وجهد. وأوضحنا أيضا أن هنالك مداخل رئيسية لدراسة الإدارة تمثلت في ثلاث مدارس، وهي المدرسة التقليدية والإنسانية والمدرسة المعاصرة. أما اليوم فإننا سندرس عناصر ووظائف الإدارة. تتضمن العملية الإدارية نشاطات عديدة وأعمال يؤدي تنفيذها إلى حسن سير العمل في المؤسسة والمدرسة، وبالتالي تحقيق الهدف الأسمى المتمثل بالبقاء والنمو والازدهار، حيث يمكن النظر إليها على أنها عملية يمكن عن طريقها الجمع بين الموارد المتاحة بأفضل السبل لتحقيق أهداف محددة مسبقة بأقل ما يمكن من جهد ومال. ويجمع المتخصصون في الإدارة على أن العملية الإدارية تتألف من عناصر وعمليات فرعية لا بد للمدير من القيام بها، وهي عمليات مترابطة فيما بينها تؤلف كيانا أو نظاما معقد، وكل عملية تؤثر وتتأثر بالعمليات الأخرى. عناصر الإدارة ووظائفها. تقسم عناصر الإدارة إلى التخطيط والتنظيم واتخاذ القرار والاتصال والتقويم. أولا التخطيط. يعرف التخطيط بأنه عملية تحديد الإطار العام للأعمال المطلوبة وكذلك الوسائل اللازمة لتنفيذها في سبيل تحقيق أهداف الإدارة التربوية. أما عناصر أو مراحل التخطيط فهي: 1- تحديد الأهداف المراد الوصول إليها بالجهد الجماعي. 2- وضع السياسات التي تحكم تصرف العاملين. 3- وضع الاستراتيجية. 4- تحديد مستلزمات الخطة من العناصر المادية والبشرية الواجب استخدامها لتحقيق الأهداف. 5- إقرار الإجراءات، أي الخطوات التفصيلية التي تتبع تنفيذها مختلف العمليات. 6- وضع البرامج الزمنية، أي ترتيب الأعمال المراد القيام بها ترتيبا زمنيا مع ربطها بعضها ببعض. نلاحظ أن التخطيط وظيفة تسبق جميع العمليات الإدارية، فالمدير يجب عليه التفكير أولا بالهدف الذي يسعى لتحقيقه لإنجازه. كذلك على المدير عند التخطيط أن يتنبأ بالمتغيرات التي ممكن أن تحدث بالبيئة، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية، لأن هذه المتغيرات من الممكن أن تعيق قدرته على إنجاز أهدافه. يتضح لنا مما سبق أن عملية التخطيط عملية منظمة ولها الأولوية على جميع عناصر ووظائف الإدارة التربوية، أي إن من دون تخطيط لا يمكن أن تتم الأعمال المراد تحقيقها بأتم وجه. ذلك لأن عملية التخطيط عبارة عن سلسلة من القرارات المفترضة تتعلق بالمستقبل لتحقيق المشروع الواجب إنجازه في وقت محدد. ثانيا التنظيم، وهو أيضا أحد عناصر الإدارة التربوية. هناك مبادئ عامة يجب مراعاتها في تنظيم أي مؤسسة، وقد اتفق عليها المختصون في الإدارة، تتمثل فيما يلي: 1- الهدف، يعني مبرر وجود المنظمة أو المؤسسة، وهو الذي يوجه تشكيلها بعد معرفة الإمكانات والموارد المتاحة للعمل على تحقيق هدفها المنشود. 2- تقسيم العمل، لما كان غرض التنظيم هو الوصول للكفاءة العالية في الأداء، يجب تقسيم العمل بحيث يعهد لكل شخص عمل يقوم بتنفيذه حسب اختصاصه وإمكاناته ومؤهلاته، على أن تكون هذه الأجزاء مترابطة مع بعضها. 3- وحدة العمل، ويقصد به وحدة إصدار الأوامر من سلطة موحدة، بحيث يتلقى العامل أوامره من رئيس واحد ويكون مسؤولا عن عمله أمام هذا الرئيس فقط، والرئيس بدوره مسؤولا أمام رئيس أعلى، وهكذا. التنسيق. 4- التنسيق، من صفات الإدارة الناجح قدرته على التنسيق، حيث يحدد ويوضح البرامج وأسلوب العمل وتعيين الاختصاصات والواجبات والمسؤوليات التي توكل لكل وحدة خطوط الاتصال. 5- السلطة والمسؤولية، إن أي وظيفة من الوظائف هي أنشطة وواجبات تلزم شاغلها أن يتحمل تبعة مال يترتب عليه من أداء هذا النشاط. 6- تدرج السلطة، السلطة تعني حق إصدار القرارات للآخرين للقيام بعمل معين، وكما نعرف مبدأ التدرج من السلطة أو في السلطة وسريان ذلك ومن الأعلى إلى الأدنى. 7- المركزية واللامركزية، من فوائد المركزية أن القرار